يسيطر عليه القلق والخوف، وهو يطالع خبر طلب الحكومة العراقية إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في البلاد. وسام أحد الناشطين المدنيين يقول أن الأمر سيؤدي إلى فراغ أممي في بلد لا تزال فيه الديمقراطية ناشئة. يقلقنا أن يكون الشعب العراقي مفرد منفردا وحيدا بدون دعم دولي. احنا اليوم نعاني من صراعات سياسية هي معلنة وغير خفية تماما يعني لأي شاهد عيان. قد يبدو القلق مشروعا في ظل وجود الفساد وتسيد العديد من الجماعات السياسية المسلحة المشهد العراقي. لم يعجب القرار منظمات المجتمع المدني والأحزاب المدنية التي ترى فيه قرارا متسرعا وغير مدروس، لكنه جاء متناسقا مع توجهات الأحزاب الحاكمة في البلاد، فبالنسبة لها وجود بعثة الأمم المتحدة لم يعد ضروريا. الحكومة رسمت حدود عمل بعثة الأمم المتحدة ومساحتها بالملفات الاقتصادية وقضايا التنمية، تمهيدا لإنهاء مهمتها وغلق مكاتبها بشكل نهائي نهاية العام المقبل. هذه جدولة حاصلة ما بين العراق والأمم المتحدة، والعراق يرغب بعلاقة مختلفة مع المنظمات الأممية خصوصا فيما يخص الاقتصاد، التنمية، وأيضا التغير المناخي. وسط ذلك برز دور البرلمان العراقي، لا سيما بعد أن دعا وزارة الخارجية للبدء بإجراءات إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق دون مناقشة الأمر في جلساته. محمد فاضل، الغد، بغداد.